كما قال زميلي ما عندي حتى مزيه ما عنديش مزيه يعني الحقيقه ما جيتكمش المره الاولى يعني جيت نشوف قبل البحاره وجيت نشوف في المجتمع المدني والموضوع هذا تقريبا معناه نناقشه قبل واني نحب نحيي المجتمع المدني تاع صياده الا معناه في الحقيقه متبع الوضعيه بالكدا وما هوش يعارض المعارض يعارض ويقدم المقترحات ويقدم هو قدامنا سيدي وقدامنا فلاير وقدامنا كوميتي ديفيون معناها قدامنا برشا حاجات الا دل انه تفاعل مع برمجته الوزاره وبرمجته الحكومه وانقد واقترح تغييرات بما فيه وين باش يحطوا التراب اللي باش يشجعوه وبما فيه كيفاش باش يطولوا معناها الكي معناها بما فيه قدم مقترحات ومقترحات ملموسه وإلى اليوم نحب نطمنهم على حاجة أولاً نحب نحييهم على النضج بتاعهم هذايا وثاني حاجة نحب نقول لهم عادش يحبوهم هو الائتلاف الحاكم والمعارضة والناس كل معاهم معناها كلنا نحن معاهم معناها هم المفروض هم واقعيين وإحنا كلنا معاهم معناها من المفروض نوصلوا نتيجة هم واقعيين هم ما قالوش يكون فيكون هم قالوا سيدي حط زوج مليارات ما تسالش شركة بزوز مليارات احنا مقترحين سبعة عاملين مشروع بتاع سبعة ما تسالش شركة بزوز مليارات اما الحقول زوز مليارات هذوما نفسدوهم نعملوهم في حاجة الا بعتالي ما تحللناش الاشكال احنا نحب نعملوا حاجة لان احنا رايين انها هي الاشكالات هذه تتحل بالكيفية هذه معناها تطوير الكيف والكيفية القديمة راهو ما يحلش الاشكال على خاطر مش يبقى باقي اكسيستم مليار مش يبقى هو معناها بالتالي كان يزمو يطوال كيفاش يزمو يطوال والضرب اللي خرج ما يزموش يتحط علاش يتحط من غير يمشي خساره هو مش يتحط منا باش نوسعوا به نحن الفضاء اللي بما فيه معناها مش نعمل فيه سيانس وفن ولا مش نعمل فيه حاجه معناها هما هذا شنو راهو هذا وقال لك يا سيدي ما حاجتنا بشيء احنا حاجتنا ما تفسدش حاجتنا اعمل دراسه تكميليه باش الحاجه اللي تعملها صالح ما تقولش بعد عامين ولا ثلاثة ولا خمسة تقول لا يلزمنا نكسروها ونعاودوها معناها باش ما تقولش الحاجة هذه معناها أني الحقيقة معناها راه أنه فهمك الفوق معناها الحلال تاع الإشكال هذايا بما فيه مصلحة البلاد بما فيه مصلحة الجهة وبما فيه مصلحة السيادة أما إشكال أنا نطرح أني التفكير فيه شوي معناها هو ممكن بالكش بما أني يعني سياسي نعمل السياسة معناها في الحقيقة هم زوز مليارات وإحنا كم تروا سبعة ونجموا اللي وعشرة معناها ثم ثمانية مليارات شنو ما هم ومين مش يجيو معناها عنا نحن موارد مالية ولا ما عناش موارد مالية وهذا معناها هي نقطة استفهام أكيد كل واحد عنده رد فعل معناها عنده نظرة منين تجي الفلوس واحد يراها تجي من القروض والآخر يراها تجي من المصالحة والآخر يراها تجي من أين لك هذا معناها كل واحد منين يراها وهذه قضية معناها للتفكير فكروا فيها قد احنا كما في المجلس الكل ديما يقولون من الموارد جاوب يلزمنا نجاوب من الموارد ولا ما يجاوبش من الموارد لا يستحق لا سلطة لا معارضة اللي ما يجاوبش يجاوب من الموارد لا يستحق لا سلطة ولا معارضة وممكن معارضة احتجاجية لا اكثر لا اقل هنا شوية فهمت يتكلم وقتها فهمت اما المعارضة الجدية والحكم الجدي هو الا يلقى الموارد منين باش ينجم يحل الاشكالات تاع البلاد وباش ينجم يطور الاقتصاد تاع البلاد هو سامحوني معناها سامحوني يعطيكم الصحه